لو سمحت الشيخ حسن نصر الله، وبحكي له انه يعني شكرا كثير وكل عام ويعني هو بخير. طبعا الحكي كبير كثير، رفعنا معنوياتنا مش بس كعهد، رفع معنويات كثير الناس، انه انا بمثل شعب، انا ما بمثلش حالي، انا بمثل شعب وقضية. فهالاشي كان دعم لكل الشعب الفلسطيني مش بس الي. بوجه له تحية كبيرة وبشكره على دعمنا، وبحكي له انه احنا دائما بنقوى فيكو، كلنا معاه وكلنا بنفتخر فيه.